السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا، معكم قناه نجمه الريف. اليوم ان شاء الله بغيت نعدل معكم حلوه السميد، كتجي تبارك الله رائعه جدا. كاين حبوها كبير وصغير، انا منهم كنحبها بزاف. مش حالك لينا من ملي كنا صغار كنا ضروري من نمشيو للسوق نشريو منها. كانت كتباع بالعبر او لا كتباع بالقطع، كل واحد شحال بغى القطعه. دابا الاخوات ديالي غادي ندوزو نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه ان شاء الله. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، عفوا خميره الحلوى. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الملون الغذائي، احمر ولا اخضر على حسب اللون اللي بغيتو. انا عندي الغبره اليوم ملون غذائي، عندي الغبره اللي بغيت ديروا ملون سائل كيتباع في القرعات الصغار، المهم كل واحد اللي توفر عنده في الدار. عندي هنايا السميده الرقيقه، رقيقه بزاف، ولا الفينو اللي متوفر عندكم في الدار. عندي نص كاس ديال الماء، جوج كيسان ديال السكر. دابا الاخوات ديالي تبعوني غيتعرفوا الطريقه باش نعدل هاد الحلوه ديال السميد ان شاء الله. جبت المقله ديالي، درت فيها السكر، هاد جوج كيسان دابا ديال السكر، نزيد عليهم نص كاس ديال الماء، نزيدو عليه ملون غذائي، نحطو بهاد الطريقة. مزيان بالطريقة، دابا نديرو فوق العافية، نبقاو نحركو فيه هكا بهاد الطريقة باش يدوب لينا السكر. هاد الحلوى مزيانه كيحبوها الولاد بزاف، وحتى حنايا علاش لا، كتجي تبارك الله لذيذة. نبقاو نحطو فيها هكا باستمرار باش يدوب لينا السكر بالطريقة. هاهو السكر ديالنا دابا داب، دابا نديرو عليه السميد. السميد منقدرش نعطيكم شحال السميد اللي غادي ديني، نبقاو نخلطو بهاد الطريقة، نخليو شي جوج دقايق وعلى العافية نشعلو عليه، من بعد نطفيو عليه على استمرار. نزيد شوية السميد، ندير خمية الحلوى. هادي دابا خمية الحلوى الاختيارية، أنا كنفضل نديرها فيه. نتوما الا بغيتو تزيدو في المروان باش يجي لكم اللون غامق ديروه، انا درتو هكا جاني شويه اللون ديالو مفتوح. نزيدو عاد شويه السميد، عاد مازال عاد شويه، عاد ضروري السميد ديروه شويه بشويه باش ما يجيلكمش قاصحه عاود بزاف اكثر من اللازم. نجمعو مع الطرف هكا بالطريقة، نحطو في الوسط هكا بهاد الطريقة، صافي هذا هو القوام اللي بغيت. هكا مزيان، نجمعو هكا مع الطرفة،
هكا الوسط، صافي ها الحلوة ديالي وجدة. صافي ها هو المر اللي غادي نعدل فيها الحلوة ديالي بهذه الطريقة. غنعمروه هنايا، ما نخليوهاش حتى تبرد، الا خليناها حتى تبرد ما غاديش تصدق لينا. بهذه الطريقة هكا، طريقة سهلة حيت سخونة ما تقدروش تحديوها باليدين هكا. هكا بهذه الطريقة نخليكم الاخوات ديالي حتى نسالي كلشي مول ديالي، غادي نعمرو فيه الحلوه ونرجع لكم ان شاء الله. هي الحلوه ديالي دابا نخليوها حتى تبرد مزيان ان شاء الله، ونوريكم التقديم النهائي ديالها كي كتجي تبارك الله. هي الحلوه ديالنا دابا بردات، نقلعوها من المول بالطريقه. نبقى معاكم الاخوات ديالي حتى نسالي كلشي الحلوه ديالي ونرجع لكم ان شاء الله. هاي تبارك الله الاخوات ديالي، الحلوه ديال السميد ديالنا تبارك الله كي جات، كتجي تبارك الله لذيذه بزاف. وكنتمنى الاخوات ديالي تعجبكم هذه الحلوه اللي درت اليوم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما ان شاء الله لوليداتكم على جلا. نخليكم الاخوات ديالي حتى شي وصفه اخرى، فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.